الاسم كريم زكريا ابو الذهب، سن 23 سنه، حاصل على الماجستير في جينيت بروسي دو ميتريز كاليتي. احنا جينا من مدينه كازا، دونك هذا السيل ديالنا هوايه كنفضلو، فهمتي، كنفضلو هاد لو تريب هذا، اننا نمشي ديكونيكطاو على لافي كوتيديان اللي كنمارسوها ونكتشفوا اماكن جداد، فهمتي، حيت المغرب فيه اماكن زوينين اللي يمكننا نكتشفوهم. داكشي علاش كنفضلوا هاد لو ستيل هذا، باش كنهربوا من ستريس وكنهربوا من بزاف ديال الحوايج. تقريبا حنا ما جيناش ديريكت لشفشاون، دونك جينا اوتو ستوب من كازا، تقريبا جينا حتى لتطوان، دونك كتلاقى مع ناس زوينين في الطريق، كتعرف على ناس، على عقليه جديده، كتناقش مع افكار، كتعرف ثقافات جداد ملي كتمشي شي مدينه ولا كذا. دونك استغرقنا تقريبا شي 6 سوايع في حاكا وصلنا حتى لتطوان اوتو ستوب. من تطوان مشينا لكومبين باليونش طونطينا، ومن بعد زدنا لشفشاون عاوتاني اوتو ستوب. تقريبا على حساب الا كنتي زوين وكذا وكتعرف تهضر وكتكون عندك كومونيكاسيون مزيان، راه ما تحتاجش اوتو ستوب، كتكون ميسره. هاد لو ستيل هذا هو زوين صراحه، ولكن كتبقى في العقليه ديال الناس اللي كتبع هاد لو ستيل هذا، كتكون مثلا شنقول لك، كتكون عندها مال دو كومونيكاسيون مع بنادم، سيغتو بنادم كتوقف ليه باكتاج وكذا وكتبان ليه، دونك ما كيزعمش واش يوقف ليك ولا لا، دونك يكون عنده تخوف من الاول، كتكون عنده ردة فعل واش يوقف ليك ولا لا. المهم ملي كتوقف ليه وكتهضر معاكم كوانتيتي ديما عز عليك هذا السيل هذا صافي، كتريح معاه وكيرتاح ليه، كتدخل معاه في كومونيكاسيون بحال هكا، كتم غادي ميسر الامور. شفتو هذه اول مره غادي نجيو ليها، باتنا عامره بزاف حنا سيغتو، حنا اللي كعجبنا هذا السيل ديال التريب والترحال، كنفضلوا ديما الخلوه، تجي الطبيعه ويكون لوكال ومكادي، يكون واحد لو شارم زوين. دونك ما كنفضلوش هاد المدن هادو اللي كيكونوا عامرين بزاف، مي دونك نجيو نكتشفوا صافي تو سامبلومون شي اللي كاين، غير كنكتشفوا صافي. دازنا في تراجي وكملوا تراجي حتى نوصلوا لشي مدينه اخرى. الوجهه الجايه غادي نمشيو للاخر، نمشيو لاقشور ونكملوا الوادي النار والسطيحات والجبال، جبال السطيحات، نوصل لكازا شي اللي كاين.